اتفضل يا كابتن محمود. ايه الاخبار يا كباتن؟ الله ينور. ايه الجمال ده؟ ده بريك يا باشا ولا ولا احنا احنا خدناك من التدريب؟ لا لا لا. التدريب اهم. لا لا لا. التدريب اهم. طلعت يا كابتن عبد الله. كملوا يا شباب، ربنا معاكم. اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. كله تمام. مستعد؟ الحمد لله الحمد لله، مستعدين بشكل كويس. يمكن رغم الصعوبات اللي بتواجهنا الفترة الأخيرة، بس احنا عندنا طاقة كبيرة قوي، وعندنا حلم كان غايب عننا بقاله 7 سنين، ان احنا تبقى رياضة رسمية ونلعب ونشارك، ويبقى فيه دوري ويبقى فيه قوام منتخب أساسي. وهدفنا بقى الكبير ان احنا مش بس هناخد أفريقيا، لا ده احنا كمان هنتأهل لكأس العالم 2026 ان شاء الله، بنوعد الشعب المصري ومحتاجين كل الناس في ظهرنا في الاستاد ان شاء الله. انا بدعيكم وبدعي كل الشعب المصري، احنا مستنيينكم 18/5، افتكروا التاريخ ده 18/5 في استاد السلام، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، منتخب مصر قصاد نيجيريا. ان شاء الله المكسب بيكون من نصيب منتخبنا الوطني. احلام كبيرة احنا بص كلنا معاكم وكلنا وراكم ان شاء الله لحد ما تاخدوا البطولة دي، والجميل البطولة كمان على ارضنا، ففي فرصة كويسة ان احنا نشجعهم ونكون موجودين دايما معاهم في المباريات بتاعتهم. بس قول لي استعداداتكم عامله ازاي برضو، يعني المعسكر ده المعسكر الاخير صح؟ ده المعسكر الاخير. يمكن احنا شغالين ببرنامج تدريبي حطه لنا رئيس الجهاز دكتور محمد خيري، والكابتن بالتنسيق مع كابتن رستم المدرب العام لمنتخب مصر. في وحدات تدريبيه الصبح، في وحدات تدريبيه بعد الظهر. استعدادات قوية، شغل بقى من نار بدني والتحميل زيادة. يمكن الرجالة دايما اللي عنده شد بقى في الدراع في الرجل، بس كل ده بيهون عشان خاطر عندك هدف ان انت تحقق البطولة الغالية. اول بطولة تبقى على ارضنا ان شاء الله، تبقى من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. طيب الكاتشانة صعبة طبعا. طبعا ان انت تبقى كابتن دي مسؤولية كبيرة، بس اهمها ان انت تبقى قريب من زمايلك. هو ده اللي انا جاي لك فيه بقى، مين اقربهم بقى ليك؟ مين صاحبك؟ صاحبي وانتيمي، واللي هو زي ما بيقولوا كتف في كتف من اول ما بدانا اللعبه، كابتن عبد الله مصطفى شيكا، كابتن نادي الزمالك. شخصيه جميله جدا، شخصيه انا على المستوى الشخصي انا بشوفه اخ مش صاحب، سند وظهر دايما في ظهر بعض، دايما بنبقى هو انا بفكر هو بيفكر، دايما دماغنا في دماغ بعض، ودايما ان شاء الله ناويين نجيب البطوله لمصر باذن الله. حلمي وامنيه حياتي، ومن خلال برنامج صباح الخير يا مصر بوجه رساله للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يا كابتن بيبو، حلمنا النادي الاهلي نادي اعظم نادي في افريقيا واكبر الانديه، ما ينفعش يبقى مش مشارك في رياضه كره القدم للساق الواحده. يا كابتن بيبو، ولادك واخواتك مستنيينك تعمل فريق لكره القدم للساق الواحده ان شاء الله، يكون في وكل الفرق المصريه يكون عندهم فريق كره قدم للساق الواحده. وبعدين برضو خلينا نفكر في الموضوع بشكل مختلف، احنا كنا 4 فرق الحمد لله زدنا فرقتين، فان شاء الله مع الاهتمام اكتر باللعبه يكون في اتحاد وكل الانديه يكون عندها فرق. اكيد اكيد. لا انا الرساله دي شخصيه، لان انا معروف ان انا مشجع اهلاوي وانا بعشق النادي الاهلي، وحلم من احلامي ان انا في يوم من الايام ابقى كابتن للنادي الاهلي. يا كابتن عبد الله، اهلا وسهلا بيك. الكونفدراليه زمالك ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرم الزمالك ونقدر نكسب النهائي ان شاء الله باذن الله في القاهره بحضور جمهور نادي الزمالك العظيم، وان شاء الله الزمالك هيكسب باذن الله ان شاء الله. كابتن عبد الله طبعا نجم نادي الزمالك وقائد المنتخب، كابتن عبد الله مستعدين جاهزين؟ اكيد طبعا الحمد لله، زي ما حضراتكم شفتوا احنا مستعدين بقالنا فتره كبيره جدا، حدث مهم، بطوله مهمه جدا ومؤهله لكاس العالم بطوله افريقيا المقامه في مصر لاول مره. احنا شاركنا مره كانت في تنزانيا، ودي المره الثانيه، وده انجاز ان تكون المره الثانيه تكون في مصر. ما ينفعش طبعا ان احنا ما ناخدش البطوله دي، ما دام البطوله على ارضنا في وسط جماهيرنا لازم ان شاء الله باذن الله نجيب البطوله لمصر ونفرح جمهور مصر ان شاء الله باذن الله.